يقول اشتريت بيتا بالأقساط ودفعت من القيمة 10% وأعطاني عقد البيع، ثم بعد ذلك بعت هذا البيت لشخص آخر بالأقساط علما بأني لم أستلم أو لم أسدد سوى 10% من الأقساط، فهل يجوز هذا البيع بهذه الصيغة ويعطى العقد للمشتري؟ البيت ملكك ما دام اشتريته اشتراء صحيحا بثمن مقسط على أقساط صار ملكا لك، يجوز لك بيعه إلا إذا كان مرهونا، إذا كان مرهونا للبائع فلا يجوز لك بيعه، أما إذا لم يكن عليه رهن فلا بأس أن تبيعه بثمن حال أو بثمن مؤجل.